في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاج العالمين. صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxa ku jirnay soo qaadanay xadiisul xasan baynu ugu dambeeyay ee waa xadiiska saxiixa oo xagga shuruudaha shuruudahana uu dhameystiro baydadka ay ku wada sheegay al ma'ruf duruqan sanad gooyno xiriira ayuu jeeda ee wagaad rijaluhu mujtahirina bil adalati wa dabt ee adalada iyo dabtiga ay ku caamoobeen ee labada shardiye kale oo ku jiraan أو عدم الشدود هي عدم العلة. لكن الصحيح اشتهرت نوه كوكالا فرقيني صحيح هي حسنك. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقساما كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بالسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل إلى مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسمع إلى آخر أبيان حديثك حسن كأمرت تعريفي لابد درجة وهرية صحيح يا حسن وكيف جسي حديثك ضعيف كا حديثك ضعيف كا وحيلي وكل ما حديث لما أنت أو قصرة وعيدك قابطي كهوسي عن رتبة الحسن أي عن رتبة الحسن دي حسن كمرتبة ديسة هدوه أصبع ورعفه فهو ضعيف ضعيف بك على الله ضعيف وكاس وحوية شروطه شنطها أيون بومر كميد كميد وايا يوح كبضان دي انت ويرو كوايا يحسن نمضا وينو هال شردي وايف معنى انت ويرو يوح كبضان فهو كاسي الضعيف ضعيف بحديث قال الله رمي وهو إساقو ضعيف كاسي كثورة وبطي وهو دواء مبتدئ كثورة دونا نائب فاعل كأي فاعل يو وحويان يو ضميركو ضمير كيسو وكثورة هو وخبر وهو إساقو كثورة وبطي هو إساقو أقساما من جهة أقساما صح أقسام بقار قريان ما هذا أقسام ما أقساما ويا أقساما تندوى منصوب وهو ذا خبر نقر ميس مكا هو التمييز تمييز ويا وهو إصابه كثرة وبطي معناها كان ضعيف كي هو بدنيه حقيبه كبدنيه أقساما من جهة أقسام حق أقسام تمر كان يقوم هو النوعية بدنيه وحويا لأن عيدي سيء ما قاعدي سفايدك مجرتو كليه مرداد وقاتيل مهمة قد وقع إن شروط دي أنو لم يسترني وحوائي شروطه أين قصة شاقني صحيحة مركا قسامتي سؤال بوي بلن تايب نوع يدي سنك كتبتا كلا مصطلح الحديث آيات كرهات سن إذن مقع قليه مقدع باي منكرا مضطرب بونقنكرا وحويان معضل بونقنكرا قال كود مركا وحوي مرسل بونقنكرا إذا مرسل هو من أنواع ضعيف ونسيد راجحة مقع ذا قارنا مقع بوي يلنكرا قارنا مقع ما يلبيه ee magaca waxa weeyaan wuxuu waayay in shardi shuruudi ka mid ah ama taqaan tasmiye gaari leh marka kaasina waa xadiiska daciifka ah wama udifa lin nabiyil marfuu wama li tabi'in huwa al maqdu'u halkana laba xadiis ku sheegayo mid marfuu baa la yiraahdaa xadiisna waxa la yiraahdaa maqdu' imika marka wuxuu eegaya xaqi matniga حق متنغو يمكن ييغيا اذن كل ميل با ايو اود ساريا متنغا وا تان سون ري حديث كو خو كوبان ياي سلسله رغو اسكو تخانيو يا متني بينو نيري متنغو وا هادلك وا هادلك و دنبيا متني ليرا اي سلسله دو غاليس ديد ما قفكي سند كي دمايسترو
قفل سو قالوا هذا البور رسوما دوا كان متنقو هذا بقى ساحات بهير تاجن متنقا ساحات بهير تاجن مر متنق صدو الصعداء 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 يا وحل رضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا متنق خلاص هل كان ملك الضم يسول قارسي يا ميجر تمتنق لما قارسي مرفوع بقى الله رضونا وهو كان مركب وحبين هل نقول شيء جاي هذا وكهل كاس أوضا بيسا ويا وحل ليه وحل لو يسنادي يقول قارسي المقام رفيع وهو النبي عليه الصلاة والسلام قصي رقابهم إنه متنق صدو الصعداء وقارس سحابي يسكت التاج معناه هذا الكيس سحابي قال الله سند كوالة تري ولا تري عن سعيد بن مصيب عن أبي هريرة أن أبي هريرة قال كذا وكذا أبي هريرة هذا الكايد أبي هريرة مورا قال رسول الله أي الرسول كم قارس مسوا كسكية وكسكية كان محل رضا موقوف وشيء ضانا حدو إنه مركب وحويان كصها سعيد وهاد بهالكو متن جسكو دول تعمو وما قاعد قاعدنا إيش تابعي جوا بهذا الكيكو جوا سنة كي وان وضني وان وضني وان وضني وان وض عن فلان عن فلان عن فلان بانش عن ثابت عن حميد بابا مثلا حميد ابن أبي حميد أنه قال كذا وكذا وكذا أو أنه فعل كذا وكذا هي حميد بهذا الكاسيد كجوا وتابعي سحابي حتى ما قال كان محل هذا مقطوع مقطوع بالله ربي ساس مركك وقول سح وقول تابعون مقطوب قول تابعين ويا مرك الله بويم كشجع مرفوعية مقطوعية وشجع كيد حدا كجرا موقوف كهانا وسو شيء دونا وصو صعدا مرك أي سنة ما لقى هذا ليا سنة كايم كلا جما هذا ليا سنة بحديدة يما حديدني يما هقد يضويم إما كوا متن وهل كوجوك سديبي سنة كان خاله وحكى سطوس كان قنكرة وقال جوي كراونا ونحيري كرا وما حديث أضيفة لو يدافعي لجارسي للنبي رسولك عليه الصلاة والسلام قال يلي قال رسول الله كذا وكذا أما فعل رسول الله بالي المرفوع كم حال دم عيسى مرفوع بالله حديث كسواء مرفوع حتى الله قدام حاله جيدة هذا كان هذا التابعين ما هب لقولي هذا السحابين ماها أيوة أيوه وهذا كي رسولك عليه الصلاة والسلام لكن حقي سحرة حقي سحرة عن طيب لأن كمال لقى هذا أبدا ضعيف بس كان نقول كرا حسن بنا نقول كرا صحيح بنا نقول تعدد تدبو بارو تسوى قديات كليويان هل كنكم يجر تيد ما يعني ما وطوا مرفوع دل ورا معناه هو على طول قادم ماشوا معها هو ضعيف بنا نقول كرا حبيك كجري كرا إذا ماشي سنة دي وين شروطه ولا قصة شيء غير هذا كل كاسة دخلنا نضيف نقطنا ده مرفوع نما ده محكوم بيرسنا يا مركا حقي كلا شروطه يبود ما استرتبه لقولي هذه كلانا ده ما ضعيف من نقطنا ما وحكل النقط مركا مرفوع وكاس سي هدو عدو كلا سارتا يا الله ربا كوسا الصعدة وينو كاجد ده درس من وما أضيف للنبي المرفوع قال كوا حكوا جاني حديث كمرفوع وما حديث لتابع أي أضيف لتابعين تابع لو إدافعين أو هل كي متنقو إمك رسولك كجاري هذا الكي رسولك أو أها إمك هو هذا الكي تابعيك هو المقدور هو كاسنا المقدور مقدور بالله الله يرحمه إذا وقوع المقدور من صفات المتن بكورنا يا مركب محيط مركز تفهم وعي سأل لي ذا محل ولي هو من صفات المتن ده واحد لقى هذا يا متنق يا إمك هو متنق مو حنك هذا لنا متنق هذا بهل كجوم بني ما قعو بحنا فلكو رسولك جاري مرفوض كلكو سحابي كجارو موقوف كلكو تابعي كجارنا هذا الكيس إنه صوريًا مقطوع مركوا من صفات المتن حال ليه سنة كل ما يجي يبل وجهه سنة كل ما يجي متن يقوم بل يجي يمك وما للتابعين هو المقطوع كاسنا مركا ومقطوع بمجيس الله حديث ككلي حجاب مسند كأيورك من يبشيري إذا وأنا ضف رصتها محافر قيود حين ضانا كي هذا وينص وشجعه مرفوعها يمسند كا. مركي لين الله إمك حديث كسواء مرفوع حق السند كا. وأحب لك ما هذا. حديث السند يه حديث الآن ما له شجع أبدا. سند كيسقى خلقوان. وملها نحذك خلقوان. أيها تنسحاب يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنايا. إذا الحق ما تنقوم بالله إياه. وأحب لين السند كنوح جا. حديث كنوح جا تسيسين يه. ما تنقيس إلا رسولك. لكن كلاغوي سند كلاغما هذا
كان مسندك الله يرحمه حال جو كردين دانا مسندك سند كي بحرير أيه شروطه هي بايمك هذا دب حبيت بعد شروطه دب لقون نقد سامع شروطه عدم الشدود جي عدم العله وحيل لما يجي وحويا عدالة الراوي يا ضبط جينا لما يجي دنكلا يا قايمك شروطه شنطها هم مرفوع يا شروطه شنطها هم يدلقو سكر ليه ويا وح كلام ما مسندكم حديث كي مرفوع هايمك هو مرفوع إنه نري وكرسولك جالس وما هذا وهذا القوة هذا الكرسولك شروطها كلارنا دين عابل لهم كعيب إمك لكن شروطه شنطها أيام مد دين عيد الله ملع الله ملع سنة يا أوه حقي سنة كحرير كيس ما كوا حلا ليه حديث كني ومرفوع عدو جيدون رسول كوا جاري متنجو لكن حقي شروطه شنطها أنا مد بالله يا أو مد والله وهو وكي سنة كوا حريرة ونبني ككلا وكوري حديثك نبني ككلا وكوري دمر وكم قلها ورد ما قال قوة كهله متصل كيس وصل عليه ويا وين تصل كأنك كان الله سيد ديران طونا إذا كلاورين توا الله بنا كلاورين كلام ما قاله كان يكان مركو كقادي سمعت بولي وان كان ما قاله كلاورين أنا سمعت لا استعمالي إني إيه ألفات كلا لا استعمالي مرك أدمه هو بتدنو كم قاله إيه وحويا لكن ده ظاهر قوة صلاوي صدع عنها ضويرة عن فلان قال فلان هبلو حير ساسو قال عن فلان قال فلان مدلس كي بهدو بي حضانات وينو سو صدا اذا مدلس كي سو قطو عن يقال له دار اريد يسمى فينا يبقى دو قف كو يراهدو هبل وحو يري قف انت بدنا ادكو تقانو انو ددكا وركا ان ماركا وحو يحيد انو كمقل وركا كشيغنا هبل وحو يري داس وحبا كو جيراد اورن لكن قف لو كلسون يا دو يا ياد يجير ده ظاهر هو كمقلبين ويان هذا حبك عم يقول مرة دونه وح عيق وكلني كان الهين هبلو حيدنا وكيري كسر قادر الوشكي لكن الضوء راكب ونقف هبل وح عن كم مقلي وندقه هيك أكون مقلي خلاص احتمال ما شيء ما نيا مجرو مركا حديث كان يقول مسند كي أي ندي بقول نقلنا شرح كلي ننقل سأينو تفكيك نوجو مركا وحويان نوجو كلا دادنا ننتهي هلا واحد نري حديث كمرفوع متن رسول كوجاري عليه الصلاة والسلام وح شروطه كلا الله يجينا مجرو حديث كمسند كا شروطه بام مطلق وشاعي أو مركا كي هروك خاصية هي مركا شرط قال الله شاعي وامحي سند كا أيه أيه حريريد اتصال السند والمسند مسند كنا المتصل الإسناد أوكا أنت سقط ترى كي هلا سند كيسا حريريد من راويه راوي جورين يلا قبل عوا حتى المصطفى حتى المصطفى إلى رسولك لقى جاري من المرفوع على كاسك اللي جن مركه ولم يبن ولم ينقطع رح انقطاعه كجرانا مجرو مركه حديث كمسند ك يحديث كمرفوع كيف خاصا كيف خاصة كان خاصة معناه كيف خاصة وحلو لجيدا كهورا إساقا شروطه لم يجين هل دينا عمبالغا إيغايا وحقي متنقا رسولك غالي من بلينير كانينا وكسيقو ككوب ماي وشروطه نميد بالغو هيا واتيو لغو يريو شروطه نميد بالغو ضمانات قادي واتيه تاس اتصال السند مركا هدو مركا مسند كرادي نيسو مسند كاني مصحيح با محسن با مركا هدو نيسو حقي اتصال كايسكو ديبي مرد العلماء وأوين المحدثين يرادن هذا حديث مسند سند كهؤلاء مركه هبل مو كمقل خلاص طاول الضمانات قاضي ويا سند كوي حديث سني هبل يقول ما حد كرر هذا سند كمر كل يوم حقوه هرم شروطي كلا سكرت علوا يمكن كلا كره رادتي شاد مو يهي إلا ما يكون جرتا راوي عن هي هبك على مقلانة عادلين ميهين طابدين ميهين شروطه كلا هذا كسارنت لكن مد والله وضع معنا القاضي اتصال السند ما تنقون الرسول كو قال عليه الصلاة والسلام حديث كم حال هذا مسند إذا وانو قاني سوما فرق غير حيا مسند كيو هي مرفوعة وانو قاني مسند كي مرفوعة مسند كاو حلا دير له محل دير يه اتصال السند كهر اتصال السند مو لها لقمود لقم بهذا الب لقم بهذا البطايد وكا مسند كي وكا والمسند المتصل للسند من راويه لقب العبو حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام رسول كيلا لقى قال ولم يبن ولم ينقطع
waayo inqitaac haduu yimaado musnad lama yidhaahdeen waka halkaana musnadkii baan kaga soo baxnay mutasilkana hadaba isagna kii hore wuxuu kaga duwanaanayaa kuwii hore ayaa meesha kuugu jirtay mutasilkuna intaynaan isasaarin wax kaleba maaha isaguna isagu xaggii itisaalu sanadka kan musnadkuu kala mid yahay oo sanadku uu xidhiidhay laakiin itisaalka xidhiirkiisa ka xoogan itisaalka musnadka xaggaa marka laga eego mutasilka xoogan waayo musnadka waxa la yidhiidhun itisaala sanaduhu sanadkiisa xidhiidho ma kala gu'in laakiin kan isaga itisaalka wuxuu marayaa halkii uu dambeeyey sababtoo ah waa maqal nin waliba ninka kale uu ka maqlay kani kanuu ka maqlay marka xataa waxa weeyaan ixtimaalaadkii tadliiska wixii maba imanayaan weeyaan wuxuu ku tasalsulay bisamaac xataa nooc musalsal uu noqon karaa kan oo kale samaac maqalka markaa sareeyey weeyaan oo midba midka kale uu ka maqlay marka xaggii kalena ama xaggii matniga musnadku muxuu isagu markaa ahaa musnadku wuxuu ahaa dee marfuuc buu xaggii matnigana ka ahaa idin xataa idin isagu xataa almustafa baa layna yidhi welida musnadku wuxuu ahaa sanadka oo xidhiidhay iyo xadiiskao rasuulka gaadhay marfuucu muxuu ahaa xadiiskao rasuulka gaadhay uun laakiin sanadkii baan laga hadal musnadkiina xadiiskao rasuulka gaadhay baa itisaalu sanadkiina lagugu daray kanina itisaalu sanadkii waaba heelka u dambaysa u maraya oo midba midka kale uu ka maqlay laakiin matnigu saxaabiga wuu gaadhi karaa taabicigana wuu gaadhi karaa meel ka sokaysana wuu gaadhi karaa xagga markaa isaga matniga ayaan la odhanin ciddaasuu gaadhay waa qowlka raajix hadde hadda sida saaxib almanduub albayquuniya ku socda haddaynu qaadanno isagu lil mustafa buu yidhi mar labaad oo meelaha waxa dhaaba waa lagu naqdiyey dhaaba oo waxaa laleeyahay mutasilkuna mutasilku waa xadiiska sanadkiisu ninba ninka kale uu ka maqlay idan itisaalu sanadkii unbaa lagu damaanad qaaday oo xagga u sarreeya maraya laakiin matnigii halkuu gaadhay ma la sheegay taa may taa lama sheegin matnigu wuxuu gaadhi karaa halkee taabiciintu ka sokayn karaa oo qof taabicigiiba ka sokayuu ku joogi karaa mayna taabiciga ayuu ku joogi karaa mayna uu dhaafi karaa halkuu gaadhi karaa saxaabiga laakiin hadba ninka uu ku joogsaday iyo ninka uu ka bilaabay inta u dhaxaysa ayaa kala maqlay marka xadiiskan hal shardi oo shuruudii sixada ah oo aad u sarreeyuun baa lagu hayaa waa maxay itisaal bisamaac ah itisaalun bisamaac marfuucna mu noqon karaa haa uu noqon karaa waayo halkaa lagama hadalba idan hadduu marfuuc noqdo rasuulka gaadho dee waad arkaysaa markaa in waxa weeyaan kii hore ee musnadka ahaa unbuu lamid noqonayaa soo maa idan musnadku marfuuc buu ahaayo rasuulka la gaadhsiiyey matniga itisaalu sanad bunbuu kaasi ahay kani waaba itisaalu bisamaac idan hadduu marfuuc noqdo kana kasii wanaagsan wiya haddii laakiin uu marfuuc noqo waayo rasuulka uu gaadhi waayo idan saxaabiga isagu gaadhana waa la odhan karaa taabiciga khilaaf ka taagan yahoo waxay idhahdeen hadduu taabiciga ku joogo mutasil maan idhaahnaa waayo magac horena uu lahaa magaciisa hore ayaa sheegaya muxuu ahaa maqduuc soo maaha kana waa maxay mutasil meena laba shay oo did isku ahayn markaas sidaynu laba shay oo markaa waxa weeyaan laba magaco isku did ah sidaynu hal shay ugu wado magacownaa bay idhahdeen waa kii xidhiirsanaa waa kii kala goonaa oo kale noqonaysaa soo ma hal shayna waa laga hadlayaa intaabay qaarkood khilaaf ka keenaan laakiin waxa weeyaan uun adigu matnigu ciduu doonaha gaadhidhe matnigu ciduu doonaha lagu joojiyo laakiin intaa ka sokaysa qofkaa lagu joojiyo iyo qofkan sanadka uu ka bilaabmayo qofba qofka kale ayuu ka maqlay waa kaa weeyaan وما بسمع وما حديث بسمع أي أتى بسمع كوي مدي كلام مقل كل راو راوي كستابا أو كم مقل أي عمن فوقه دد إذا كسر رئيسد أو كقاضي أو كم مقل يتصل إسناده سند كيسنا أو حريره سند كيسنا أو حريره هل كه طبعا للمصطفى ويري ayaa waxay dee culimada kale leeyihiin ma odhanayno sanadku markaa waxa weeyaan bish waa shardi inuu rasuulka gaadho ma odhanayno bay yidhahdeen bal markay tacriifinayaan waxay dhahdaan
هو متى سل سنده مرفوعا كان او موقوفا بيدادا متصل كما حيدادان هو متى سل سنده وحديث كسند كي سحيره بالسماع ده ساس كدران قاركود وانا صح دي ساس الاورانيا سماع وكحيره مرفوعا كان ايق ما لا ودا اما مرفوع اهاده ما ديدينو نكون كرا لكن هو شرط ده لديدين ان معناها لوودن كرين حدو كسكيه ما اها مرفوعا كان اما مرفوع هي او رسولك غاديا او موقوفا اما موقوف ها هذا او موقوفا لما حلا غودا سحابيغا ها كو جوغو قاركود لا waxay ku daraan leedahay او موقوفا على من كان بينه عدو دونا بها كو جوغي او انت على من كان دا waxa ku daray baa امام النووي iyo baad muhaddisiin ayaa marka ku raac ayaa ku daray ala man kaana cid uu dool marka qaadada waxay leeyeen mayna oran mayna ala man kaane oo mowquufan marna ala man kaana hadaan dhana waxay noqonaysaa cidii la doonaba lagu joojiyay marka taabiciga ki taabiciga lagu joojinayo taabiciga la gaarsiinay waa ki markii hore magaca maqduuca wadan jiray kana magaciisi mutasil baynu u bixinay marka taasan diidanahay bay leeyeen laakin kulka la qaydayo waa la oran karaa bay dhahdeen متصل الى سعيد بن مصيب متصل الى سهري تصل اورن يا بيدي ادلاق لديديه ادلاق لديديه على اي حال حديث كان متصل فيه وحديث كسند كي سو خيريرو سماع كو خيريرو متن غنا ادو دونو هاغالو لكن صاحب المنظومه البيقونيه ما حد كان دندنسانيسا inu isagu ku gaar yeelayo uun matniga inuu halkay gaaro rasuulka kaleey salaam de marka hadii sida la yiraahdo oo taariif ka bayqooni hayno qaadano oo wa ka fiicnaanaya ki musnadka sooma ida musnadku wuxuu ahaa marfuucna oo ahaa rasuulka uu gaaray sanadkuna wuxuu xidhiidhay in baleenid oo inqidaa amale laakin kan sanadku xidhiidhay baa xidhiidhay aad u sareeya oo maxay ah bisamaa sama laakin taariifka muhaddisiinta badankood ay qaateen حق غاريس تمتنغا و رسول كو غاري كرمنا غاري كراي لي او معنى رسول كو غاري كرا تابعي كو غاري كرا صحابينا و غاري كرا او على من كان نبي على من كان اما هدي لدون مو على من كان دي لغا داينا كان مو الا يراد مو مرفوعا كان او موقوفنا و نقول مركا اما مرفوع اما موقوف او تابعي ديديان تابعي سببته ديديان و سرته كجيرته وان شيغنا سوما ان labas shayo tasmiidadu kala duwantahay hal shay lagu magacaabo idan dib ugu soo noqdo hadaba mutasilki wama hadis bi sam'in ay ata bi sam'in ku yimiday kala maqal kullu raawin raawi kastaaba ay aman fowqahu wa ina tarada halka cida ka sareysa uu ka maqlad idan raawigu cida ka sareysa wax ka qaadayaan yattasilu isnaduhu lil mustafa sanadkiisuna uu gaaray mustafa ali salatu wasalam wa inta marka waxa weeyaan وصاحب البيقوني وكجد وينه تعريف كي مركا وحوين محدثين وايد واحد مدين كو غارييلاي فالمتصل فهو المتصل كام حال له هذا متصل بالرا اذا فرق غو دخيه وين هذا جير ثلاثه اد كلا هو اد كلا تقان مرفوع مسند متصل انت ارتدوا سكير دخ غلان انتاس وين مركا ساو خلاص مرفوع حقي شروطه لغمه هذا الباب matnigiiba halka ku jooga bas matnigiiba rasuulka gaadi musnadkii waxba kugu soo kordhay marfuucnimadii waxba ku soo kordhay sanadko oo xidhiidha mutasallimadii haqi itisaalku waxba soo kordhay oo waa samac maqal laakin haqi matniga qowlka raajixii muhaddisiintu qaateen cidu doonaa ku jooga dhin cidu doonaa ku jooga waqas لكن صاحب البيقونية ما حد كان نرنسان أساسا هذا الكيس إنه يسوق ليه رسولك وإنه وإنه قال صدق هذا اللي رادنا مسند كيس أجابك خاصا كان أجابك خاصا به وكبس في مركب وحوي ونكسن الخاصية دي كلها وعلم المنطق بين هذا وعبارون كان أردد فهم كرني لا مادة وحلقة قات على أي حال حديث كمتصل كينا وكاس مسلسل كيف قال إنه يمكن مركب حديث كمسلسل كيسبو إن sifooyinka kamida ama af sifa ficil ha noqoto ama sifa qawliya ha noqoto ayaa waxa weeyaan silsiladan sanadka xaqi matniga musalsalka xaqi lagama hadlayo matnigu meeshu gaari lagama hadlayo ragan isku taxan
نبنين وكقاضى يو أيا وحى إسكو وافقيا صفة صفة ينكا كمدة وأما صفة فعلة أما صفة قولية مركو كان فعل خاص ما يأكل كوكن ورمي عندنا كل كات أرض كعج ورمي صفة فعل كوك هاس فعل كوك سمي يسمه وأنت هم وح كلام ما تصلصو تصالحان سحابي أيا مركو ورمي تابعين ت حديث كني وأي علي تمربوسي المسلسل بإدعام تمر الليلة وانت صالح ومعنى هذا وتكو فعلية انت ويا ليس صحابة دي انت انو حديث كي ورمي ايو تمر سي تمر تمر كي عنا بو حديث كي ورمي خلاص حديث كي دوت هيسا صوما ادو هدو مر كادو ورمي سادقونا طلبة دادا وانا تمر سي دياريس هدي كلا تسلسل كاكو عيالين بالغورا حتى تصور رنتا اون ده تسلسل كي واتكال قويسي تمر سي ايقانا واي تمر تمر كاد سيسو مد يلا وين تي دونان هن نقطان حديث كي ورهم حديث كي بوقاد صومها يجونا ويني عارين تا سكجرة هدو تمر بيقف كسينية وهكذا وحكوتها صاصولة يا مركا فعل فعل أفعاش كمدة نيم ولا بحديث كمرق ورهم أيوه ككلو ورهم أيوه وينو تمر تاسي دي يعني وتمر تاسي ده لما أردنا أي حديث كي ورين تي سي صح ما دو سيون وعي لكن تصلصل كي بترت تصلصل كنا وشرف محل حجابي فائدة كجرتة waxay faa'iidadu kaga jirtaa iska dhaaf marka waxa weeyaan xadiiska in la iloobe ficilki qofkan xadiiska ku warramayay uu sameeyay kulku ku warramayay ayaanad iloobin weyn sidii u haysa marka waxay tilmaamaysa ragga sanadkaasi ku xireeray quwada iyo awooda daakiradooda ay leedahay bay tilmaamaysa awoodood marka xiftigu aad buu u sareeyay may iloobin weeyaan marka kaawa musalsal baa leedahay مركا قول بون نقن كرا فعل قول لون نقن كرا سيدا آمنت بالقدر أن الرسول يقول آمنت بالقدر أما وهو أول حديث سمعته منه كان وارد سين دون بس سنة كيسة ونهاية ويساقوا مركا قرآن وعنوه أن سنة كيسة بالعبي لكن أرده دوان الشيخ مبارك وان يدين كله بيساقا يدين صوت طابع دونا هدو والا يدين توقيع انتي لكن أرده الدورة لما يستوي يلا وشرط باكو حدو شرط دقات الضميسات دوري الضميسات اختبارك الدوري ده لكن قاعدين أتكو جوليسات ما كان جاي سهام بالله وجود رأي حديث مسلسل بالأولية هو حديث كده هو دبنا ماله وقف كوا ما ندي هذا المصطلح ما نخرين حديث مين نخرين وقف كينو مركو وجه رأي أما خلك مسلسل كلام مري الله وحصوص طار دقات جاي سهام الله سيو أما مركو وجه رأي دلبة العلم قا علم الله بلا بي حديث ك إن حديث كله يجاسي حديث كله المسلسل بالأولية هو حديث الرحمة بالله الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هل مرة هران أرديسيا منين يا أعطي دلبة أهتمي طي لكن من بدن بيجاسي مركا سنة مركا نمك الدرس قدر مينا وحير كآخرين كبعد نواد والله صلى الله عليه وسلم صلى ما يستريتونا مركا حديث كاسو حكوته صلى الله عليه وسلم نو ولبا مركو نكا كلك قادي وحليه وهو أول حديث سمعته منه وحديث كيوه الرئي أن يعني كم مقلي وهو أول حديث سمعته منه مسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة لك قاعدين أما سفيان بن عيينة مركو عمر بن الدينار كقاعدين موردني وهو أول تصاصل قال كاسكو جوغا بالله وإنتاسي مدافو إنتا مدافو مركا لبضو واسكو بيري كران إنتا بشرح حدكو وضعر كتوانتا فعليو إيا قول وذجيرا وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحيته وقال آمنت بالقدر رسولكم قرقوا قبطه وحولي قدر كان رمي مركا محي سكجرة قبض اللحية وفعلك آمنت بالقدر تنوى محي وقولك مركا قول بو نقون كرا فعل بو نقون كرا لبدي يسكجروا نقون كرا مركا إلالي من بالي قلوه أدنى صفادة لقو قو الرمي ونو قو ورن مركا وحولي مصنفكم مسلسل ومسلسل قول واحد رادا ما حديث ويان أتا كوي مدي على وصف وصف صفو صفو كو إيمان أيا مثل تصالحان أما وإسك آدات الاستفتاح ألا يقولون بتنبيه أما والله إلهي من كدرت أم بأني وحي ورمي الفتح مركد والله داوي أن أم بأني دا مركد أم بأني دا تدرس كديسو والله داسي دار شدا ودار نايو وقولي أدنى ما كوينا ترادو أما والله أم بأني فلان أدنى هبل بأي ورمي حديث كاس إسكا كرنا محورنا يا أما والله إذا تصالون بدو وجيدا
تصالح مكوضة وح كلون نقان كرا قول كلون نقان كرا سدى آمنت بالقدر أو كله أم بعاني وح أي ورمي على فتاة ويل كدلني يركها أي أي ورمي وقولي مركا أما والله أم بعاني بدت نورا ومسلسل كذاك وح كولم يدا متكور كلا صار شيء أو يدنا مسلسل ككجرتة قد حدثني هو أي ورمي حديث كان قائما يسبو تاجن هو دفعلي أفرده كور من حديث كما مثلا الصحابي وتابعي سرجوك بوغورم ام كل قدو في دينه وكعي تابعين تي marka waxa weey markay hadiski qaadeen khalas hadhow markay u waramayaan cid kale iyaguna siinayaan fadhi kuma waramayaan sarjoog bu waram akale sarjoog waa kale al musasal bil qiyam bu noqonaya marka qof waliba markuu hadiska cid waramayo waa inuu kaca kadaaka waxa kula mid ah ay madkuurka la soo sheegay qad hadathanihi wuu yii waramay hadiska qaayiman isagoo taagan أو بعد أن حدثني مركو إيه ورمي الدبادين تبصم أو ير موصادا قصر لموصادا يسمي أدنا صدع من موصاد مركا قصر كمان صمي مركا دو ورميس وهكذا يتسلسل إلى آخر فعل يقول متي دوني هالنقطة وين تساء ورنتا كان محال لا مركا مسلسل مسلسل بالورانية فإذا ذكو جرتان وحوي يانون وحوي يان وإن حفتك أي كلية واحدة أنت بدور اللي يلوغا بالليلة هو حضر كيسا يسوقو قف دادكي لحدا مري تسلسل كي يلوغانو مثلا هدو سرجوغ نو والبنكا كالو قوارهمي ما أنو نبفرد قوارهمي يسوق دي مركا هو هالكاسو كو قايبا للي تسلسل كي وكجوغ سديو حديث كيسا ديوا صحوي وصا ورين تيحبا ما يليس لب ما كينيس لكن تسلسل كي بعد جرت تسلسل كمركا أود وتمحي هيدا فائدة كي جرت حفت جودينو يذاكر جودين قوي هيدا ولذا وح من باب الأولى إن أنا اللي هو بنبل لي حديث كي كلام حديث كعسيس كلا يرى يوالكم كشيء جيا إيو حديث ككلام مشهور كا حق ما كوه إيجي عدد كا حق سنة كا أيوم ملع صدي أو صان غضي لكن سنة كان وين كان له سلسلة ضع سقط حنا رجع يا سنة ليلة هذا عدد كود أنت وياه أي حديثكم مقعي سقاطها ومقع ومركه وحويا وكل بحية تصالحان عد كست هلك كجر تطبقات بالورانية طبقات دي لبعض طبقات دي سدحات ساسيس وحية مركه عدد كله إيجية هذا مركا وحويان عدد كو ضبطه وعدد بطن وان كو بكريم أي عدد بطن كوريان عدد كابدن عدد بطن أي كقاضان وطبقات كستابي عدد كود وبدنيه متواتر بكالينا كم حال ورانا يا متواتر لكن عدد كو هدو كو بنيه ويهي تصالحان سدح يوح كبطن هذا يسدح يوح كبطن نقضا سدى إنك وح كصعنا إن أكثر المحدثين يكون تعريفيه هل كان إيه يربو خلاف صاحب البيقونية أو أنا أركض دعنا يدا وند وح وين مرك قارف ضال لقيا بان نظم يقونونه أرنت وكو كل فاي إنه ده مبدأ هان يسوع صاو قاتا يتهينا والقيا بسدي متصل كباي مكاينو نري يسوع حول رسول كو قاري هذا مرسل كان نقد يرب كجلي دعنا وأدو ما بدنا كان وح كمد لكن سيدنا محدثين توب بديهين حتى يسدح يوح كبضان نقضانا طبقات كستا سدح يوح كبضان بين نقضهم حانو رأينا مشهور مثلا شنقف يالك كجرة شنطاقف وحي كقاضيان عده كقاضيان وعيو والليح وكالي وأفر وكالي حتى بسدح وسدح وكالي حتى سدح سوى قرسي لكن سدح وسوى دافين كان محال رأينا مشهور حتى مالي لوان نقضانا متكالي هل كان هل مال بحكومة يسا هل كميلون بمقع قادتي ساولا صعب هل كميلون بمقع قادنا يسا سيدي ضعفي قبا إنه صعب شاكنا ضعفي قبا مينانو لنها دير دماء وضفتي قادنا قادنا لكن هل كان دحدا ميت كميدا هو ضعيف وكجره مونا كاسو نمر كان مقعي قادني هم با قادنا يسا وحويا حديث كاسوا ضعيف بلوران انت كالي ثقة اللي يجي مايو عدد كنو وصاصو مركا سيدي أسعدين أفر أفر وهايان أفر بأفر كقادي أفر باشن كقادي شن بالليح كقادي سي يدو ساي مشهور ريما ديو صعود ومبا ميل دحدا وحي نقدين لبو هلكا لبو مبا كجيرا طبقة دا سوا لبو مرد عفسي سنة حانو راينا مركا حديث كاس وحانو راينا مركا عسيس بانو راينا
siday u socotay maali meel hal noqotay hal waxaan odhayna marka kaana qariib uu soo socday isaguna qariibka uu dambaysiyey halkan casiiskii mashhuurkii uu ku sheegay keliya wuxuu yidhi marka sheekhu casiisun xadiiska casiis la yidhaahda marwithnayni marwiyun buu hayda liajli takfiif wasniga ayuu markaa marwi u yidhi marwithnayni labo ka ay wariyaan weeyaan marka ma waa inuu labo ku wada socdaal may taa lagama wado hal meela un baa leeyahay hal meel haday labo noqoto magacayadaya ayaa qaadanaysa marwithnayni haday labo xadiiska wariyaan laba dariiq buu yeeshay laba sanad buu yeeshay ee waxa weeyaan ama sanad kastaba goonidiisa marka loo eegayo hal dabaqadood ba hal qof noqotay oo meelahaasoo kale tusaale sabuurado kale fiicnaan lahaa marka firdiga mudlaqa iyo firdiga qariibka la kala sheegayo qariibkan ku gaari doono oo inta badan qaraabada waxa weeyaan dhibta ugu badani waa markay xagga sanadka awalkiisa hore dhacdo markan dambe uu tashacubaayo sanadku wuxuu yeeshaabaa luga badan mar hadduu luga badan yeeshana dee hal sanad hadduu nin keliya meesha uu kaga jiro laakiin laba sanadoo kale ma saddex sanadoo kale uu leeyahay dee kuwan kala taagtaageeraya marka laakiin hadii jeer halka anuu ka soo kicin waa halkee ee hadday qaraabadu ka haleesho xadiisku uu inta badan halis yahay waa bilowga hore weeyaan masalan saxaabigii waxaa ka maqlayba hal taabicii ayaaba ka maqlay oo kaas taabicigii baa laakiin waxaa ka maqlay isaga shan taabici shaabi shantii taabici ayaa waxa way uu fuu tashacubayay markaas shan tan taabici ee taabici hal taabici baa ka maqlay taabicigii baa wuxuu u waramay shan qof shan taa qof midkiiba intee talaamid u yeelanaya midkiiba intee soo talaamid u yeelanaya marka mid kamida hadduu nin uu ka qaado de kaas dib ma laba leeyahay way afartii kala way hadii doona min saddex ama min shan ka qaadaya laakiin halka hore ee curka hore sanadka waa bilowga hore ee uu saxaabigu ka soo bilaabmayo halka hadii qaraabadu kaga dhacdo kaasoo halis keena xadiiska uu keena hadii ninkaasi markaa nin lagu kalsoon yahay uu noqdo oo qaraabo taxamuli karaayo de xadiiska saasaa lagu socodsiin hadduu daciif noqdona xadiisku daciif buu noqon marka kaa waa ka yidhahdaan alfardu lmudlaq maa alqariibu lmudlaq bay dhahdaan ka kale nisbigii waa kan dambe waa kan dambe weeyaan waa tusaale ahaan iminka baabuur haddii la sawiro oo kale intaa dhexda taayiro badan ku leh oo taayiradiisu ay isku xidhisan yihiin masalan lix taayir iyo lix taayir iyo lix taayir laakiin labada dhinac ee u dambeeya halkaa u dambaysana hal taayir weeyaan halka u horeysana waa hal taayir ama halka u dambaysa waa laba halka u horeysana waa laba halkii markaa labada ahayd haduu mid xumaada ka war khalaas midkii keliya soo markaa dhinac u ilaabi maayo laakiin kuwan badan isku xidhiirsan haduu mid gudaha ka xumaado wax alla wax dhibaato markaa u baahan yahay ma jirta intii kale ku soconaya sanadkuna waa saaso halkuu ka bilaabmayaa dhiba halkuu ka bilaabmayo waayo waxaa laga yaabaa rasuulka inuu hal saxaabi uuni ka maqlo saxaabigiina hal taabici uuni u dhiibay haye halkaa taabici kolka dambe taabiciyiin badan uu u waramay taabiciyiintaa badan uu u waramay mid ka miduu nin keliya ka qaadi karaa waa qaraabo halkee dhacday taasi marka waa qaraabo bartankii dhacday weyn waxba ma yeelisa taasi dhibaato ma keentaa la dhawaa waa ta la yidhahda markaa ee qariib nisbiya bay dhahdaan qariibu nisbi maxaa loo nisbi loo leeyahay dee waa nin keliya ka mida unbuu nin keliya ka maqlaa loo jeeda laakiin ninkan ninka keliya ka maqlay dadkii la maqlay isagu midkiiba waxaa ka maqlay jamaaca ka maqash laakiin qariibkan ee mudlaqiihi halistiihi waa kaa kale weeyaan taabiciga iminka saxaabiga halka taabici leh hadduu halkaa taabici daciif noqdo ka war khalaas wiyaasoo xadiisku u banjarayaa marka taas qariibku ku sheegi doonaa sadde labaka ay wariyaan weeyaan haddaba halka uu ku khilaafay saaxib albayquuniya ee muxadisiinta intooda kale oo uu thalaathada weeyaan oo uu thalaathada ama saddex marka maxay tilmaamaysaa marka isaga haddana musanifka raximahullahu saaxib albayquuniya haddaynu qaadano marka isaga tacriifkiisa inuu casiisku yahay ka ay laba wariyaan ama saddex idan saddex marka hadday wariyaan saddex qof dabaqada hadday saddex iminka noqoto saaxib albayquuniya muxuu odhanayaa xadiiskaas casiis laakiin culimmadii kale iyagu maxay yidhahdeen may way kala sooceen casiiska iyo mashhuurka xad faasil iyagu u sameeyeen waxay dhahdeen casiisku waa laba un bes ma soo dhaafayo saddex hadday arrintu noqoto muxuu noqday
مشهور صدح وحي كبضنا صدح وحي كبضنا بمشهور نقضي دد صدح مشهور بينه صدح وحي كبضنا ومشهور حدانو قارين ده حد متواتر حدانو قارين حد متواتر حد كمتواتر كان عدد قوان لما شيء قال لنا سيد راجحه وهرن دوا إلا أنت ويجران قاروا تضبيرا قاروا طبنيرا قاروا قاربو حوي شيء لكن حافظ المحجر قولك الراجح حوي عدد قوان لما شيء عدد هون وين مستحيل كدكتو ضد كاسي إني يهين ضد إن نسكو وافق كرين غلط سكو راعي كرين الله يرحمه وضد بطن عرفك ضدكم عرف أهانو هلا رضوا يبديه الله يرحمه مركع وحري مصنفك مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مشهورنا مروي أي مروي كأي وريان ويان فوق وحكى بطن فوق ما ثلاثة ما دوا يسكسايدو أي فوق ثلاثة سدح وحكى بطن سدح وحكى بطني كأي وريان محل هذا مشهور مركع سدح كبطن لكن سدح لي سقوح كده وحويان عسيس بوكالي هل كان مركا وتعريف الشيخ استاذ وسوقاتي لكن تعريف الراجحة اي علماء المحدثين خط طبقين وان سدح ذو اي نقطه محي مشهور اي نقطه هي وحي كبدن عسيس كنو نقطه لبا قريب كصوبها وقل قريب ما روى الراوي فقط تورن دون وصوص هل كيد كوكيني دون اي سن قريب كقريب هو اذا قريب كراعي سبنا و ميل 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 بين هل قف نقنيا ميل با هل قف نقنيسا ميشا هل قف نقنيسانا اني حق سند كبرتميس نقطه يني سند كو كبلاما نقطه تي حاليس ماركا هل كو سند كو كبلاما تدها تاسا ماركا ديبدا معنعن حديث كمعنعن لا يراها كعن سعيد سعيد وحا لغا وريي او كلا ويا سعيدنا عن كرم كرم وحو كوريي حديث كاسا وحا لدا معنعن حديث معان عن ليلى بجرا معان عن محل يدي سند كمركي لك على قاداي ايو نينكن و خيري عن فلان ككلنا عن فلان ككلنا عن فلان وحكلو انت كو داري ما بجيرتبه لكن و خو على قوي لليهي حديثك سو سوده لو ران دونو مدلسك انت مركا الفاظ حديثك لو قادا جرا الفاظ حديثك لو قادا اي جرتها أنت كمدا قال كمدا لبداسي غوني با لسكغا يرا ايغا او وي كدوين حدثني ديو اخبرني ايو سمعت ايو كواس ايغ دوا واضح اني كلام مقلين سوما قف قدو قف غدا كورن سمعت وي وا وحوين هذا ادو كل ادونه دك داب بيناله انو هين واخ تنبو مركا لغا ربا ما جيرو انو كم انو خيديد كاس خيديد ادغ انو يهي وي عطا حضور اخبرني انه والله مدن و اي ورمين ويان حدثني حضور انا واسدو كلام لكن ادي سند كات كو اركت اسانيد انت بدن كو اركي عن فلان عن قال عن فلان عن فلان عن ثابت عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مدل بكي كلام حول مخو كغا قاديا عن بو كغا قاداي marka antaasi iyo hadathaniidi iyo samicti ma la midba ma la midma anta waxa ku xil qarsadaba la yiraahdaa ee dadyo la yiraahdaa mudallisiin ayaa jiray cilmi hadiska ku jiray noo iman doona mudallis waxa la yiraahdaa qofka wax aanu qofkan ka maqal ka wariya dadsuu uga wariin marka cid aan wax aanu ka maqal de qof kale meesha uu uga waramay qofkii ka waramay dhixda ku jiray qarinaya واسداس الشيخ با مثلا تصالحان شيخ فلان با نور ربي بورانيا شيخ فلان اسغو كما مقل شيخ فلان ارديدي سي با اسغا اوغا ورانت ارديدي اسكا ديديا انو ميشا دخ كينو ماركا و خو ربا انو كي كاله ماركا شيخا لغا ودا ورينايو ونا دكا وري بو سلي واسداس ماركا قاد كو توس با اوغا مقلين شيخا qaar koodna kamay maqale waasadu kaga maqlay waasadadu iska tuuraya laakiin waan ka maqlay ma oran yadeen beenaan uu noqonay muxuu markaa isticmaalaya kelmadii ro kale oo uu ku meel marsiyay hadalkiis aan buu markaa oranaya maqala inagu waan isticmaalla dad badan imi ku xidhaadan awoogay wuxuu yiri awoogay wuxuu yiri oranaya haye halka markaa arintu marayso awoogi inuu ka maqlay iyo inaanu ka maqal halka ma ku cada
معضه مس معضه معضه يا صوبته انو كما قلينا وا سورتغل انانو كما قله وا سورتغل ابيي او ورمي حدو كما سوقد ابيي اوغي وها قف مركا معروف اه او لا يقانو او وها او كو ورميو معروف كو اه اما دغاليه انها اما مركا وها ويان ان دي تاريخ ميل كغي جيري وها حتى وا لا يابا اسغا ابيي با او ورمي ابو ديديو ميشا كتوريا awugay bimka waxa uu waramay buule hebel hebel ida magciisa baa la garanayaa oo qof la yaqaan weeyaan marka waxa weyn hadda sida uu ku deeyso daway iska duuduubnaan una arinta oo awugii buu ka waramun baa loona laakiin hadda joojisa ka waran tarado horta in badan badnagu badisay awugay baan ka maqlay awugay baa ii sheegay awuga maad ka maqashay adigu oo maada dhigta kaga maqlay saciid baydiin dhaxays halkaasay xaaladu qadaaranaysaa marka haduu beenaale yahay uu ku adkaysano haa wii waramay boo oran dabarka kaas uu ka daabisay hadii kale marka waxa weeyaan u deenin is ilaalinayo u yahayna uu xoranay haddii kadib qaalada way fashilantay ha iyo aan fulanti markaas uu marka xaqiiqada ku siinay wuxuu xoranaya ma yana aabahay baa iga sheegay halka maxaa ka soo dhaxbaxay marka qofkii qarsoonay uu qarinayay ayaalka ka soo baxay maxaa hadaba cilmi mustalah hadiiska antan maxaa la iskaga ilaalinaya ragan in la wada baadha la doonaya qaaladan idna waa waxa weeyaan waxbay qarinaysa ya antani waxbay aasaysa de waxan la aasaya la diiday waa in dadkan la soo wada faqo meesha laga soo wada saar sanadku waa inuu halka saa wada cadaado sinin waliba goonidiisa loo eego marka anti waan ogaanay dibta ay leedahay sooma antu marka dibaatadaas ay leedahay hadaba haduu qofku aan ilaahdo laba waa mid uun inuu mudalis yahay oo iyo dadka lagu yaqaan uu yahay inuu qariyo dadkan dhexda ku jira iyo inuu nahay haduu mudallis yahay antiisa inaga ilaaliya balaleey jooji waqiya dal joojine waqiimka lagu lahaa awooga maala ka maqlay diwi sahal loo joojiyo weena dhac jirta Sufyan al-Thawri markuu yiri hadasani fulanun nimbu shay ما حدثني ما استغفر الله حدثني ما ورنكر عن فلان عن فلان اما قال فلان مركاسا waxaa lagu yiri anta samictahu balid oka maada kan maqli balid عن فلان بهدني لما قال فلان وقال انت بكتو قالوا هتنا استعمال انت سمعته بهدني والله دما ما كان كما دقائق يسوي ما انت الا اما سماع ياد نو شيكتو اما ما حمش كجيره عطيس ما ذا كان مقلب لي ما يعني هبل كمان مقلب عدي كم مقشينه كمان مقلب لبا كسو دح بحي مره حدثني فلان عن فلان حدثني فلان قال سمعت فلان ام كسدي صحه هيت شيغي مره مره عدي ولها عن فلان اما قال فلان هي اسقي مساو دحيس لبا laakiin labada nimba maxay noqdeen rag ajila oo waaweyn rag la qariyaba maahay rag lagu faaneeyay way Sufyan ibn Uyayna isagu tadliiskiisu dib ma la waata leena oo kulli mustalah kutubta kala ayad ku qaadan doonta way rag qaar kood ragani qarinayaan ikhtisaar ahaan baa qarinayaan qaar koodna waxa uu qarinayaan waxa weeyaan ama waa qof daciifa oo inoo iman doona tadliiskan ku iman doona oo daciif yahay la arkin buulay oo taas ah khatar midday doonay ha noqoteen amba haduu qof ku yiraahdo aan iyo qaala haduu yiraahdo ma mudallis baa mise mudallis ma mudallis haduu noqdo maxaan oranayna marka inaga daayacantiis ilaa uu noo waramo cid meesha ku jirta idaynagu ragga wada baadhanaan doonina sooma oo nin walba la saxo mudallis baa ma aha ninka lagu ma yaqaan badalis marka khalas way antiisa maxaad ku tirinaysaa sidii uu isagu dhagta kaga maqlo qalo marka muucan aan halka waxa loo keenaya حديد بولا ليه حديثك كالي صوص عدا كالي صوص عدا محن نغنطونا مدلسك معنعن معنعن كعن سعيد سعيد وحلقة قاضي عن كرم كرم وحكا قاضي واساس وكا لهم سرت كجرتنا تدلسك عن قادم مركاسا حصوصا طونا ومبهم مبهمنا ما حديث ويان فيه إساق سند كيسا راوي راوي كجرو راوي راوي با كجرة راوي قاسو الله يصمى آن لما قعابين راوي آن لما قعابين با كجرة سيدا عن رجولين أوكاله laba nooc buu noqon doonaayo mid xagga matniga iyo mid xagga sanadka mubhem baa la yiraahdaa raawigan laba magacaabina magaciisi lama sheegin waa isla arintii mi kaan sheegaynun ragga meesha ku jira maxaa la doonaya nin kasta magaciisa waa in
وين لو قاعد وين نعيدنا قرصومي تهدي عن رجل اللي نيرك ور ما ينوكا قرن هنا مرة رجل بينه باري رجل هو رجل هو أياته ما قرن كرن مرة عن امرأة وكاس حتى ولو هدو دون مرة قرط لبعض عن ثقة هاي راض مبهم باكان له ومبهم مبهمنا ما حدث ويان فيه راوي راوي كجرو راوي قاسي الله يصمم أن لما قاعبين ومقعيسي أن للشيخين magacayn la sheegaa waa muhiim sababtoo ah waa la baadhaya nin kasta waa cadaaladda leeyahay leeyahay si sanadkaas uu markaa u noqdo sanad meel mara raawi lam yusamma laakin mubhamat kala baqaybad loo kala qaada mubham matni iyo mubham sanad saa loo kala socdo mubhamat matni waxba ma yeelan hadiiska mubhamat matni kama hakamida sanadki markuu dhameystirmay uu baa waxa la yiri an aisha radiyallahu anha قالت أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم هويني بار رسول قوتي من طيب هويني ذا مقعيدي وانقرنوي حديث وكاك عمان رأينا هي إذا على قيل الذي سندكم هي على قيل الذي هويني ذا رسول قوتي من أما مقعيدا إنو قرنو أما إنا قرن وحلوح دباتي كاسية مبهمات المتن باك علينا حق متن كجران حق كالدباتو ذا كيني يواكي وكن سندك كجران وعن فلان عن فلان عن السهري بابلين عن رجل عن رجل عن سعيد بن مصيب دي سهري وادي كو غراني سعيد بن مصيب لا غري نينكا يدين دخيا واي عن رجل لي لما غراني مبهم كاس حديث لو ضعيفنيا كاس كل ديده هنا واكي وكاس وكل ما حديث لما انت او قلت رجاله رجيس اي يرادان على محاك الله يرهدا عالي بالله كان حديثك عالي حديث كان و هو ايغيا واسددي يدين دخيس ادق رسولك عليه السلام واصدد أدقي رسولك يدين دحيس وكلما حدث دمانتي وقلت أي رادان رجاله الرقيس على كم حال هذا عالي بالوران عالي مثلا أدقي رسولك دحدينا واحد عاي أفرقف عالي بالوران لكن دي عالي ينازلون لما يرى هذا الله يرى إلا كوك الله بربر دقو الله إذا وقت آيات نسبي ويان وقتان تشالي شيئين هل هذا طويل أو قصير؟ وحلقوا قرنا يوم بحسب وحيل عقد جهاد يجير. مركا سنة كأديجي رسول كدحدين أفرق في دعان. أما هو عالي هو الناس اللي مكمورن إن خوك لوين عن هلا. مثل ميت بواحد دعاء أديجي رسول كعليه السلام تطبع. كي أفر تمحون غني مركا عالي. كي تطبع دنا نازل. وكاس على عالي بكالينا. وضده كان كسهرجيت كيسو. ذاك كاس عن صوش يعني. did kisu alladhi kiwa yan qad nazala hoos u dhaadhay oo dadra badan sameeyay weeyo bukhari oo kale marka qaar kood wuxuu yeeshaa thulathiyat oo isaga iyo rasuulka waxa u dhaxeeya saddex qof waa ka ugu sareeya walaal thulathiyat imam bukhari saddex qof baa u dhaxeeyaba musannifka iyo rasuulka kaleey salaam mar waxa jirta bukhari iyo marka waxa weyn musannifka dhaxdiisa ilaa toddoba qof dhaxdiisa soo maraya إذا تعطوا ضبط إياه كامر كأوحيان محن رأينا كاسة تحدى عالي بان رأينا ككلنا محن رأينا نازل بان رأينا كلا جعلة عالية عالية اللي جعلي وواصدة دي بعير قرب جي رسولك حق السنة ده أنا دود ويد أدود ويد أيا وحويان دو ككلنا وقت كلف وقعتين مر كمر والبك هود دوم بالجعلي لكن قرب بالجعلي هي عالية مر كرجع سنة كوجرة وذا النديف فيهم فيها لكن كورن هذي ماشى هذي رسولك تتوقف في دين دحيان أو وضع نظيفة هي واحد كوا أفرنا وضع ساتايو أفر تنسى دحبا ضعيف ما هي كوا قبني أنا بكاد مركع عالي جعين كايا الله قوم فان وقوي محدثين تورن جري حتى درك تبلو قف في سوق كفان يا عوالد ضعيف كا فعلم أنه عامي وعامي بينك هاسم أنا أحبك ما قرني علم سنتك مركع عالي الله قوم فان ومركع عالي نمدي رك وضع ثقة ونظيفة نعيه ومركع وي ودد هو دد كيس نداك كاس الذي كيويان قد نزل هو صدع دعي والله سبحانه وتعالى علمه.